والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في ذكر آداب الحضور مع الله عز وجل من كتاب الحكمة الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. والحضور مع الله أي بمعنى أن الإنسان يتعامل مع الله لا مع الخلق، فيسمونها الحضرة، تطير في حضرة الله. إن نظرت في الأكوان فلم تر إلا المكون، وإن تعاملت مع الخلق فلم تر إلا الخالق، تطير الآن في حضرة الله. فمن طار على هذه الحالة يجب عليه أن يتحلى بآداب. فما هي هذه الآداب؟ آداب الحضور مع الله عز وجل. ذكر منها خمسة آداب، واليوم نحن في الأدب السادس. نقرأ الآداب السابقة دون تعليق لمجرد التذكرة. قال: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير الذي أظهره الله فيه. أي أن كل شيء يحدث في الكون بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن ظننت أنه كان أولى أن يظهر في الوقت غير قدر الله، هذا من علامات الجهل. أما العالم بالله والعارف بالله لا يريد إلا ما أراده الله، ولا يتمنى إلا ما قدره الله، ولا يحب إلا ما قسمه الله، ولذا لا يريد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. هذا هو الأدب الأول. ثم بعد ذلك قال: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس، فإذا استسلمت لمجاري الأقدار فربما شغلتك الأقدار عن الأعمال المطلوبة منك الشرعية الصالحة، فعليك أن تجتهد وتحاول ألا تسوف حتى تنتظر الفراغ، وإلا لو فعلت ذلك هذا من علامات الحمق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا، سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فأوغل فيه برفق، ولكن لا تسود، لا تؤجل حتى يأتي الفراغ، لأن التأجيل حتى يأتي الفراغ، تأجيل الأعمال الصالحة حتى يأتي الفراغ من علامة الحمق. لأن الإنسان ممكن لا يتع عمره هذا الوقت فيخطفه الموت، أو يخطفه المرض، أو تأتي النوايا فتتغير عند الفراغ. ولذا يجب عليه أن يسارع بالأعمال الصالحة حتى ولا ينتظر الفراغ. ثم ذكر بعد ذلك الأدب الثالث وقال: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. يعني ما أقامك الله فيه هو عين ما أراده منك، فلا تطلب منه أن يخرجك مما أقامك فيه ليستعملك في شيء آخر، ولكن أقم حيث أقامك، واقنع بذلك واجتهد في مقامك. أقم حيث أقامك واجتهد في مقامك، ولا تطلب أن يخرجك مما أقامك فيه إن كنت على حالة مرضية شرعا. أما إن كنت في مقام حرام شرعا فعليك أن تغير ذلك، لأن الله لا يقيمك في المحرم، أنت الذي تقيم نفسك فيه، الله لا يقيمك إلا فيما وافق الشرع. فإن كنت على غير الشرع فاعلم أن هذه الإقامة ليست من الله ولكن من النفس والشيطان، فعليك أن تغير ما أنت فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إن كنت في حالة مرضية شرعا، أقامك في شيء جائز شرعا، مباح
مستحب واجب، فعليك أن تقبل هذه الإقامة وتجتهد فيما أقامك، ولا تطلب أن يخرجك مما أقامك فيه ليستعملك في غيره، لأنه لو أراد أن يستعملك لاستعملك دون إخراج. يعني ما يبقاش أنت ربنا أقامك في مهنة وعينك على مهنة تانية. اقنع بما أقامك فيه واجتهد في هذه الصنعة أو المهنة أو المقام الذي أقامك الله فيه. إذا اجتهدت فيه سوف يأتيك رزقك منه، الرزق الدنيوي والأخروي لقبولك ما قسمه الله لك. أما إن لم تجتهد فيه نظرا لأنك تنظر إلى غيره وقلبك معلق بغيره، فلا تحسن مقامك ولا تحصل على غير مقامك، فتسيء، تسيء إلى نفسك وتسيء الأدب مع الله. هذا هو الأدب الثالث. ثم ذكر بعد ذلك الأدب الرابع، أن الإنسان إذا تحقق بهذه الآداب وتحقق بهذه المعاني لابد أن تخرق له العوائد، أي تحدث له بعض الكرامات وهو في طريقه إلى الله، فيحدث بعض الأشياء الخارقة، ربما تكون في صورة رؤية صالحة أو في صورة كرامة في حال اليقظة أو شيء من هذا، فعليه ألا يقنع لما يحدث له ويظن أنه هو المراد، ولكن الله هو المراد، وليس ما يحدث من الكرامات لك وأنت في طريقك إلى الله هو مرادك. مرادك هو الله وهدفك هو الله، كالمسافر إلى مكان ويستريح في استراحات، فإذا انشغل بالاستراحة وبزينة الاستراحات التي ينزل فيها لا يصل إلى مقصده. فالاستراحات التي تقابلك وأنت في طريقك إلى الله هذه تكون في صورة كرامات أو خرق عادات أو شيء من هذا، فإذا قنعت بها نادتك هواتف الحقيقة الذي تقتل أمامك. اترك، اترك ما ركنت إليه، لأنك تقتل الله لا تقتل خرق العادات ولا تقتل الكرامات. ولذا يقول: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت ظواهر المكنونات إلا ونادته حقائقها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضح؟ ثم بعد ذلك لما كان حال الإنسان الصالح العارف بالله هو الركون إلى الأقدار والرضا بما قسمه الله له ولغيره، فلما يطلب ولما يسأل ولما يتضرع بالدعاء؟ فلذا قال أن الإنسان إذا تحقق بهذه الحالات يصبح طلبه من الله اتهام له لله عز وجل أن الله قد نسي شيء فيذكره، أو أن الله ضيق عليه والأولى أن يوسع، أو أن الله وسع عليه والأولى أن يبارك، أو أن الله أمرضه والأولى أن يعافيه، أو أن الله عفاه والأولى أن يعافيه أكثر. فعليه ألا يطلب ولكن يجتهد في العبادة بذكر الله عز وجل دون طلب. هذا هو حال العارف، لا يطلب ولكن يجتهد بذكر الله عز وجل، فينشغل بذكر الله عن طلب الله. فإن طلب، طلب من الله لا ليتغير حاله الذي هو فيه الظاهر، ولكن ليتغير حاله الباطن، أي ليتلقى ما أقامه الله فيه على هيئة كمال الرضا والعافية. فإن كان مثلا في حال المرض وكان عارفا بالله وسأل الله العافية، لا يقصد العافية أي عافية البدن، ولكن يقصد عافية القلب، أنه يستشعر بقلبه أن ما أقامه الله فيه من المرض هو عين العافية. فهم؟ فإذا سأل العافية يقصد العافية من هذا المعنى، من هذه الجهة، لا يقصد العافية التي يفهمها الإنسان العامي، ولكن يقصد العافية التي هي عافية القلب. ولذا سيدنا أيوب لما مرض مرضا شديدا وماتت أولاده جميعهم وخسر ماله، لم يسأل الله شيء، ولكن ظل يعبد الله ودائم الذكر لله ودائم الحمد والثناء على الله، ولم يطلب من الله أن يرفع ما به من مرض،
حتى جاء الشيطان فدخل يوسوس إلى قومه أنه ليس بنبي، لأنه لو كان نبي لما يمرض ولما يميت أولاده ولما لا يشفيه. فلما جاء الشيطان يوسوس في صدق نبوته إلى أتباعه قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فدعا الله سبحانه وتعالى، لم يذكر المرض كمرض، لم يتألم من المرض، لأنه يعلم تمام العلم أن ما أقامه الله فيه هو عين العطية ولو كان في ظاهره المرض، ولكن سأل الله أن يصرف الشيطان عن أتباعه حتى لا يشكوا في نبوته فيهلكوا. فقال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فلما علم الله أن الله لا يزيل ما ترأ في نفوس قومه من الشك في نبوته إلا بمعافاة سيدنا أيوب الظاهرة، فعافاه ظاهرة. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. لا لكونه قبل هذا كان في حالة غير حالة العافية، ولكن ليثبت صدق نبوة سيدنا أيوب. فالذي يسأل الله يسأل الله أن يتلقى قدر الله بكمال العافية، لأن المريض مثلا لو كشف له عن ثواب مرضه يوم القيامة وصبره عليه لتمنى أن يكون عمره كله في المرض، ويقول يا رب لما عافيتني، لا أنا كنت عايز أبقى مريض. يختار المرض إذا كشف له ثواب الصبر عليه. والفقير عندما يبعث يوم القيامة ويدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، لأن الغني يحبس في السؤال عن ماله 500 عام يتأخر عن الفقير في الدخول للجنة، فالغني يقول يا رب لما أفقرتني في الدنيا، ما اتحبس في الموقف 500 سنة عشان استمتع بماله 20-30 سنة عمره، يعني 30 سنة في الدنيا تستغني بالمال مقابلها 500 سنة تتأخر عن الفقير في الدخول للجنة، يبقى مين الكسبان؟ الفقير. ولذا العارف بالله إذا أقامه الله في الفقر لا يتمنى الغنى من حيث هو غنى بالعرض، ولكن إذا سأل الله الغنى يسأل الله الغنى بالله والاستغناء عن الخلق، ولا يقصد الغنى بالأموال. فالفقير العارف بالله إذا قال اللهم إني أسألك الغنى يقصد بالغنى الاستغناء عن الخلق والغنى بالله، ولا يقصد تغيير ما أقامه الله فيه من فقر. فهم؟ هذا الضر اللي هو وضحه ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد، ما هو القرآن يفسر بعض، ايه هو الضر اللي أصابه؟ ما كانش مرضه، لكن الشيطان هو اللي دخل بينه وبين قومه. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهم؟ هي دي المسألة، ما هو القرآن يفسر بعض، حتى لو بيذكر. ما هو علشان كده العلماء قالوا ايه؟ الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، كويس، وهي عين الحجاب. الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وهي عين الحجاب، فهمت المسألة؟ وعشان كده هم زهدوا في الدنيا، لما عرفوا حقيقة الدنيا زهدوا فيها. لما زهدوا فيها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا أن يظل فيها إلى أن تقوم الساعة، خير في أجله وخير في رزقه صلى الله عليه وسلم، ولم يخير أحد من بني آدم في رزقه وأجله إلا سيدنا رسول الله. فلما خير في الأجل اختار الرفيق الأعلى، ولما خير في الرزق وعرضت عليه الجبال تطير في يده ذهب وفي يد غيره تراب، قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة أو قوتا. يعني إيه قوتا؟ يعني الوجبة اللي بيأكلها وما عندوش اللي هيأكلها بعد شوية، يعني وجبة بوجبة، يعني يبقى بياكل وشبع ما عندوش لو جاع الوجبة اللي هياكلها بعد ما يجوع تجيله لما يجوع. شفت قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم واختياره. أيوه.
ودعاء من دعاء الأنبياء يكون للافتقار إلى الله، والله يكتب لهم خيرا مما يدعون كويس، لكن هو لدوام الافتقار إلى الله، لأن العبد دائم الافتقار إلى الله، فإن دعا الله أو ذكر الله فهم في دائم الحال مع الله، واضح؟ ولذا أحيانا يتقلبون بين الافتقار إلى الله فيسألون الله، وبين الاستغناء بالله فيذكرون الله، فهم بين حالين، حال الافتقار فيسألونه، وحال الغنى به فيذكرونه، واضح؟ فاحنا بنتكلم بين حالات يتقلب فيها الإنسان، إن تقلب في حال الفقر إلى الله استشعر الفقر إلى الله فيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ده سيدنا موسى. ولكن إذا استغنى الإنسان بالله لا يجد لسانه إلا يلهج بذكر الله دون مسألة. ولذا لما استغنى سيدنا إبراهيم بالله، وهو نفسه الذي قال ربي هب لي من الصالحين، لما جاءه سيدنا جبريل وهو يرمى بالمنجنيق إلى النار لم يسأل الله شيء، لم يسأل، قال أما إليك فلا، وأما الله فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي، واضح؟ فهم يتقلبون بين هذه الحالات، فنحن نذكر حالات قلب العارف بالله، سواء كان هذا العارف نبيا أو رسولا وهم أعرف الخلق بالله، أو كان من الأولياء وهم الذين يلون الأنبياء في المعرفة بالله، هي دي المسألة. فإن تقلبت أنت قلبك وأقامك في حال الفقر إلى الله لهبت بالدعاء إلى الله، لا لأنك بجرت مما أقامك فيه، لأنك عارف بالله، العارف لا يبجر، ولكن لكمال افتقارك إلى خالقك، فإذا سألت لكمال الافتقار، واضح؟ مع كمال الرضا بما أقامك فيه، لأنك لو طلبت منه مع الدجر لكنت متهما له، واضح؟ اختار لك حاجة ما تلقش، لكن لو طلبت منه مع كمال الرضا تبقى مفتقر، ومطلوب أن تفتقر وغير مطلوب أن تضجر، واضح؟ فرق حال القلب حين الطلب، حال الطلب قلبك إيه وإنت بتطلب؟ في ضجر تبقى جاهل بالله، كويس؟ في فقر إلى الله تبقى عارف بالله، مع الرضا تبقى عارف بالله، واضح؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذا قال طلبك منه اتهام له، وطلبك له أي بالدليل والاستدلال دليل على غيبتك عنه، وطلبك لغيره بالتعرف والإقبال لغير الله دليل على قلة حيائك منه، ظننت أن هناك نافع معه والنافع هو الله، علقت قلبا بما سواه، ولا يليق بالعبد العارف بالله أن يتعلق قلبه إلا بالله، واضح؟ فإن طلبت غيره بالتعرف إلى غير الله لعله مثلا يخرجك من أنت فيه، دليل على قلة حيائك من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان. وطلبك من غيره، من غيره بالسؤال والإلحاح لله اديني أرجوك انقذني خد إيدي من غير الله، ده دليل على إيه؟ على حجابك منه وبعدك عنه، دليل إنك انت بعيد أوي عن الله، لكن لو انت قريب من الله ما تطلبش من غيره، لو انت مراقب الله أو مشاهد لله لا تشعر أنك تحتاج أن تسأله، لأنه محيط بك مطلع عليه. حال الملائكة عند العبادة لا يسألون الله ولكن يسبحونه ويحمدونه ويذكرونه، دائمي ذكر الله دون سؤال بغير طمع في شيء، ليه؟ لأن الله أهل أن يعبد حتى ولو لم كانوا يحتاجون شيء، حتى لو أغناهم بكل شيء فهم لا يستغنون عن الله بشيء، واضح؟ فلا يزول اضطرارهم إلى الله، وليس لهم قرار إلا لله. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلني لنفسي طرفة عين، ولا لأحد من خلقي طرفة عين، اللي هي أقل من النفس اللي هي هتيجي بقى الوقت،
اللي هي اقل من النفس، ويجي لك في الحكمه بتاعت النهارده يقول لك ايه، ما من نفس تبديه الا وله قدرا قدر فيك يمضيه، ما من نفس تبديه الا وله لله قدر فيك يمضيه، اي ان العارف بالله لا يستغني عن الله عن الله قدر نفس، اي انه يعبد الله بالانفاس لدوام المراقبه، لدوام المراقبه مع دوام الافتقار الى الله، فهو لا يطمئن ان خرج منه نفس ان يعود اليه نفس اخر، فزال اختياره الى الله، فصار اختياره واختيار الله، وصار حاله هو دوام الافتقار الى الله، وصار حاله هو دوام الركون الى ما قسمه الله له، لانه يعبد الله بالانفاس، ليس عنده طول امل، هو يعبده عباده الوقت الان، لكن لا يفكر في غد ولا في بعد غد ولا في بعد بعد غد، ليس عنده طموح وطول امل في الدنيا، ولكن طموحه وامله في الاخره في رضا الله عز وجل. واضح؟ فرق كبير. في كل نفس تبديه له قدر فيك يمضيه، يسموها العبادة بالأنفاس. ثم يقول بعد ذلك لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها، ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها، ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. الدنيا كلها أقدار، لابد. ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن أنا هفتنك وهختبرك، فطالما ربنا قايل لك فلما يجي يختبرك ليه بتبدأ؟ تبقى انت راجل مش فاهم. لما يجي يرزقك بشيء يتعبك في الدنيا احيانا ليه تتجر وانت عارف ان هذه الدنيا دار الاقدار؟ وهو عرفك وقال لك خلقنا الانسان في كبد، يعني ما خدكش على حين غره، ده لما خلقك بعت لك رسل وكلام وكتب وكلمك بكلامه القديم، في اكثر من ان كلمك بكلامه القديم وانت حادث وانت مخلوق، في بعد كده تكريم، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، فكلمك بكلامه القديم وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا شعرت ببعض الكبد لما تتكدر ولما تحزن، وقد علمت أن الله خلقك ليختبرك بالأقدار. واضح؟ فإذا علمت أن الدار دار أقدار، دار ابتلاء، فعليك ألا تيأس من رحمة الله، وأن ترى الله في كل حال، فإذا تعرف عليك بالجلال تعرفت عليه بالجمال، أي إذا تعرف عليك بقدر فيه مرارة تعرف عليه بالجمال، أي بالثواب المقابل للصبر على هذا القدر، فإذا تعرف عليك بجلال قابلك بجمال الثواب وبجمال الترقي، فيأتي الجلال معه الجمال في آن واحد. فالله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، وهو في نفس الوقت ودود ورحيم، هو الضار وفي نفس الوقت النافع، فيجعل من الضر النفع ويجعل من النفع الضر في آن واحد، سبحانه الذي يجعل الداء دواء والدواء داء في آن واحد سبحانه. فإذا ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأقدار، وعلشان كده أي ربك إيه، ولنبلونكم بشيء من الخوف، يبقى لازم حتجي لك أيام حتخاف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هيجي لك أيام حتجوع، ونقص من الأموال، هتخسر، تتسرق حاجة مهمة عندك، تتحرق، حرامي ينط على حاجة ياخدها منك،
تعمل مشروع ويكسر، نقسم من الأموال والأنفس، لازم حبايبك من حواليك يموتوا واحد ورا الثاني تشيعهم كده. ربنا قايلها لك ليه بقى لما بيحصل بتيأس من رحمة الله؟ ما قايلها لك يا أخي يا أونطجي، ما أنت بتنسى، أنت بني آدم بتنسى لأنك مش عارف بالله، أنت جاهل بالله. لكن العارف بالله يجيله الخبر اللي هو كل الناس فاهمين أنه هو سيء، يحمد الله عليه، لأنه هو موطد نفسه أن هتحصل مشاكل، أن الحياة دي لازم هيمر فيها بمشاكل، فلما تحصل المشاكل هو مستعد لها لأنه متوقع. إنما الإنسان اللي مفاهم أن الدنيا دار نعيم، أول ما تحصل حاجة ما يستحملش، ينقلوه على العناية المركزة، يتشل مسكين، يجيله نزيف في المخ، يجيله جلطة توقف روحه، تطلع روحه لأنه مش مستحمل. قال يعني هو متصور ان الدنيا دي هيعيش فيها كده صاغ سليم طول عمره كده تمام؟ غبي، وعشان غبي مات وخلصنا منه، ما استحملش. لكن اللي فاهم الدنيا يعيش فيها في امان، كل ما يجيله خبر ان كان حلو يقول الحمد لله، وان كان سيء انا لله وانا اليه راجعون، يبقى كسبان في الحالتين. وعلشان كده العارف بالله ياخذ حظه من كل شيء، ولا شيء ياخذ حظه منه، لأنه هو عبد لله منفرد إلى الله، فريد خالص إلى الله، فليس لشيء في الأكوان نصيب منه، كما أن قلبه ليس فيه شيء إلا الله. واضح؟ فيأخذ حظه من كل شيء، ولا شيء يأخذ حظه منه. ده العاد، فهمت المسألة؟ عشان كده بيقول لك لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت، يعني ما أظهرت، إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. الوصف هو ما كان قائم بالذات، والنعت هو ما كان بالعرض. ده تفسير كده يعني، بس أنا خايف إيه أخش في تفاصيل الحتة دي أنسيك المعنى اللي أنا عايزه، فمش هقول لك بقى تفصيل الحتة دي، خليها عايمة كده، خلي الحتتين اللي قلناهم ثابتين في ذهنك، ومش مهم تعرف الفرق بين الوصف والنعت دلوقتي، بعدين نبقى نعرف، مش إشكال، المهم المعنى يستقر، مش مهم الألفاظ. نعم. وعلى شكل في شعر قايله هنا يقول ايه، يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل ان تنزل، يعني بيتوقع الشدائد قبل ما تحصل، لانه عارف ان الدار دي دار اكدار، دار مشاكل، دار مصايب بالعرب، وأول ما تنتهي المصايب ينتهي عمرك لأنه انتهى اختبارك، فهمت؟ فهو عارف كده. يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعوه، لأنه متوقع، فإن نزلت بغتة لم ترعوه، ما يتهزش لتوقعه، لما كان في نفسه مثلا، لما كان في نفسه مثلا، لأنه توقعها في نفسه قبل ما تحصل. فلما تحصل أنت ما تبقى متوقع أن النور هيطفي الوقت، وجد طفى مش هتتخط، فهمت؟ فالمسألة كلها كده، أنك توقع الشيء قبل ما يحصل، فلما يحصل تلاقيه سهل. رأى الأمر يفضي إلى آخر فطير آخره أولا، يعني لما تجيله نعمة عارف ان النعمة دي لابد هتزول منه، فاول ما تجيله يعرف انها زايلة فيتقبلها بالزوال مش بالبقاء، فلما تقل ما يزعلش، فهمت المسألة؟ رأى الامر يفضي الى اخر، اي الى زوال، فطير اخره اولا. وذو الجهل النقيض اللي هو زي حالتنا، زي حالتنا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلى، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولى. صوت أعولى يعني إيه؟ يصوت، الحقوني، ويتشنب، وثلاثة يسندوه ويقوموه ويقعدوه ويأكلوه ويشربوه وينططوه، شغلان. إيه اللي حصل؟ أبوك مات؟ ما كل الناس أبوها مات. ابنك مات؟ كل الناس ولادهم مات.
خسرت مالك كل الناس خسروا مالك، اترفدت من شغلك كل الناس مرفوضين من شغلهم، مش عواطليه مش لاقيين يشتغل، ايه المشكل يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ بتصوت ليه وبنسندك ليه؟ لانك جاهل مش فاهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. فشفت بقى ذو الجهل يعمل ايه؟ فان دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه اعولى، يعني صوت، يعني رأى بالصوت قال يا دهوت. ولو قدم الحزم من نفسه لعلمه الصبر عند البلا، او عند البلا، تنفع الاثنين بالفتح، ايه البلا والبلا ماشي. ثم بعد ذلك وسيدنا مثلا الجنيد بيقول ايه؟ ليس استبشع مما يرد علي من العالم، من الاكوان يعني، ده سيدنا الجنيد امام الطائف. ليس استبشع مما يرد علي من العالم لاني اصلت اصلا، وهو ان الدار دار هم وغم، فلما يجي لي منها اي غم وهم انا عارفها انها دار هم وغم، مش هيجي لي منها الا اللي من نوعه ومن جنسه، فهمت؟ لأنها دار هم وغم وبلاء وفتنة، وأن العالم كله شر. ثم نقف بعد ذلك على حال الصدق مع الله، وهو الأدب الثامن. احنا قلنا الصدق التبري والإخلاص عدم رؤية الخلق، أي الصدق هو عدم رؤية النفس، والإخلاص عدم رؤية الخلق. واضح؟ الإخلاص هو عدم المراء أو المراءة، يعني تعمل العمل لله، الخلق ما لهمش وزن ليه، ولا أنت عايز ترضيهم أو ما ترضهمش، ما تفرقش معاك المسألة، ده يبقى مخلص. لكن ممكن يكون المخلص شايف نفسه، يعني ان العمل صدر منه فرأى نفسه فقد يعجب بنفسه، فان تبر من نفسه صار صادقا، اي لا يرى نفسه ايضا، فهمت؟ فالصادق يعبد الله إياك نعبده، أي نعبد الله لله فالعبادة له، وإياك نستعين أي على عبادتك فنعبدك بك. فيبقى إياك نعبد مقام المخلص، وإياك نستعين مقام الصادق، إياك نعبد مقام الذي لا يرى الخلق، وإياك نستعين مقام المتبري من النفس إلى الله، المتبري من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، فهمت؟ فده معنى الحكمة اللي تيجي إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.